يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، وحديث كسب الحجام خبيث؟ نعم، كسب الحجام حلال، هو بحرام، حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، ولكنه يكره. فقوله خبيث ليس معناه حرام، معناه أنه مكروه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن البصل أنه الشجرة خبيثة، يعني أنها رديئة الرائحة، وليس المراد أنها حرام. البصل ليس حراما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث، يعني خبيث الرائحة، كما في قوله جل وعلا: ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد به المحرم. فالخبيث قد يطلق ويراد به الردي، الحلال الردي، ومنه كسب الحجام. نعم.